إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سألني شخص في الجمعة الماضية سؤالا عجيبا، فأحببت أن يكون الجواب عاما لنستفيد منه جميعا. يقول السائل: إنني شخص أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وكنت لا أصلي، وارتكبت جميع أنواع الموبقات، والآن كبرت في السن، وابتلاني الله بالمرض، وأريد أن أتوب، ولكن هل يقبل الله توبتي؟ عباد الله، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه فتح باب التوبة للجميع. باب التوبة مفتوح في وجه الجميع. فتح الله باب التوبة أمام الكفار وأمام اليهود والنصارى وأمام المنافقين وأمام المسلمين الذين أسرفوا على أنفسهم. يقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. هذو المنافقين، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى في حق المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم بفعل المحرمات: قل يا عبادي الذين أسرفوا. لاحظوا الخطاب، ما قالوش أيها المجرمون أيها المذنبون، قل يا عبادي، ينسبهم سبحانه وتعالى على ما هم عليه، ينسبهم إلى نفسه، وصفهم بأجل وصف يصف الله به عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرحم بعباده من الأم بولدها. رأى الله عز وجل يرحمك أكثر من رحمة أبيك وأمك، ورحيم بكثر منه. اسمعوا لهذا الحديث، الحديث في الصحيحين، حديث عمر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، كانوا في حرب، انتهت الحرب، فجاءوا إلى رسول الله بسبي. السبي هو ذوك النساء والأطفال اللي كيتاخذوا في الحرب، باش كتنتهي الحرب وكياخذوهم الناس الذين غلبوا. فإذا امرأة من السبي تسعى،
شي امراه من هذوك السبي تسعى، السعي هو المشي بسرعه، كتمشي وتجي كتقلب. قال اذ وجدت صبيا في السبي، بقات كتقلب حتى لقات واحد الصبي صغير. قال فاخذته فالزقته ببطنها، يعني خداته وضمته الى بطنها حتى الصقته، ثم ارضعته. ولدها ضاع منها في الحرب، وفاش انتهت الحرب بقات كتقلب عليه وسط الاسرى حتى وجدته وضمته الى صدرها ثم اخذت ترضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا الموقف، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ هذا المنظر الذي يراه الصحابة ليبين لهم ويضرب لهم مثلا حتى يقترب المعنى إلى أذهانهم. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فقال لصحابته: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ واش كتظنوا أن هذه المرأة تهز هذاك الولد اللي كانت كتقلب عليه وهو ابنها وتطرحه في النار؟ تقدر ترميه في النار؟ قال الصحابة: لا والله يا رسول الله، لا ما يمكنش. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا كما سبق معنا في الآية، وكما في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذا رجل قتل 99، قتل ماشي مع القتل، جريمة من الكبائر، ما قتلش واحد، قتل 99، ولكنه أراد أن يتوب، فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه قال له: أنا قتلت 99، هل لي من توبة؟ قال: لا، مش من توبة. فقتله وأتم به 100. وهنا ننبه أنه لا يجوز بتاتا أن نغلق الباب، أن نغلق باب الأمل أمام الناس. ولذلك الله عز وجل فتح باب التوبة، لأن إلا قلت له ما كاينش التوبة اش غيدير؟ غيزيد في المعاصي، ما عمرك شي واحد تقنطو من رحمة الله عز وجل مهما كان. إن الله يغفر الذنوب جميعا. العجيب أن هذا الشخص لم يقنط ولم ييأس، ذهب يسأل أيضا. هذه المرة سئل عن عالم، وهنا فاش نبغيو نسولو ما نسولوش من طرف، راه ولينا في واحد الزمان الناس كلهم كتكلم في الدين، ماشي غير في الدين، كيتكلموا في الدين وكيتكلموا في الطب وكيتكلموا، لا شو واش انت عالم، انت طبيب، سد فمك، خلي الناس اللي يتكلموا. ولذلك هذا الشخص الأول الذي أجاب جوابا خاطئا، فكان ذلك سببا في أنه تعرض للقتل بسبب هذا الجواب. كان يسكت يقول ما كنعرفش، الله أعلم، سول الناس اللي كيعرفوا. فلما دل على هذا العالم سأله قال: الآن قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أنا كاين شي واحد يمنعك من التوبة؟ التوبة بابها مفتوح، لا تغلق إلا عند خروج الروح، تيجيك ملك الموت عاد كتسد عليك التوبة، أو لا عند طلوع الشمس من مغربها، يعني عند ظهور علامة من علامات الساعة الكبرى، ما بعد ما قبل ذلك فأنت باب التوبة مفتوح في وجهك، خصك غير تدخل، خصك تدخل قبل ما يتسد. فأرشده إلى أن يغير المكان، قال له: غير هذا المكان، أرض سوء هذه، بدلها وسير إلى. شاهد عندنا أن هذا الرجل وهو في طريق هجرته من أرض التي فعل فيها المعاصي إلى الأرض الجديدة جاءه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: هذا لم يفعل خيرا قط، هذا قتل، هذا قاتل 100، لم يفعل خيرا قط، هذا إلى النار.
وملائكة الرحمة تقول هذا جاء تائبا، أي داب ولكن غتاب، والتوبة تجب ما قبلها. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل ليحكم بينهم، فقال لهم قيسوا أيهما أقرب، وش هو قريب الأرض اللي خرج منها أو الأرض التي يريدها، فإلى أيهما وجدته أقرب. فإذا كان قريب الأرض التي خرج منها فهو من أهل النار، ولكن قرب إلى الأرض التي خرج ويقصدها فهو من أهل الجنة. فأوحى الله تعالى إلى هذه الأرض التي خرج منها أن تباعدي، وأوحى إلى الأرض التي يريدها أن تقاربي. هذا هو الله. الله أرحم بك من أمك. هذا قاتل، قاتل مياه وتاب، ما زال ما دري، يعني حتى تاب نعم ولكن لم يفعل شيئا، ولكن الله عز وجل قبل توبته. فلما قاصوا وجدوه أقرب إلى الأرض التي يقصدها، فقبضت روحه ملائكة الرحمة وكان من أهل الجنة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن السؤال الذي يجب أن يطرحه المسلم على نفسه ماشي هو وش هل يقبل الله توبتي، لا، السؤال هل أوفق للتوبة، وش يوفقني الله باش نتوب، أما إلا تبتي فإن الله يقبل توبتك، ولكن هل يوفق الإنسان للتوبة أو لا يوفق؟ دول. وهذا يقودنا إلى أن نختم بالحديث عن أصناف الناس في التوبة. عندنا جوج ديال الأصناف. الصنف الأول صنف يعيش على المعاصي والذنوب ويموت مصرا عليها ولا يتوب. لكن بعض الناس هكا، فاحذر أن تكون منهم. كم من الناس نعرفه مات ولم يسجد لله سجدة، بيصليش، ما تابش، لم يدخل المسجد في حياته طوعا ليصلي، وإنما أدخل إليه بعد موته ليصلى عليه. شحال ديال الناس ما كانش كيدخل الجامع، ما كيعرفش الجامع كاع فين كاينه، كما تنقولوا حنا ما كيعرفش القبلة، حتى تيموتوا كيجيبوه يصليوا عليه. كم من الناس مات مصرا على المعاصي والذنوب، كاين اللي كيشرب الخمر، كاين اللي كيدير المخدرات والتدخين ما باغيش يتوب، كاين اللي كيزني فواحش، كاين اللي كيتعامل بالربا وكيبقى هكاك حتى كيجي مالك الموت وكيديه. امره الى الله، هذا لم يتوب. والله عز وجل يقول ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. هذا ظالم. صنف آخر أو الصنف الثاني هو صنف يعيش بين الخوف والرجاء، تضعف نفسه أمام المعاصي والذنوب لكنه يسارع إلى التوبة والإنابة، ويرتجف قلبه خوفا وطمعا. من منا لم يذنب؟ شكون هذا اللي ما عمره دار شي ذنب؟ من منا لا يخطئ؟ ما كاينش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. المشكلة ماشي في الخطأ، المشكلة هل أنك ترجع إلى الله بعد الخطأ أو لا ترجع. اسمعوا لهذا الحديث العظيم نختم به، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تعالى، حديث قدسي. يقول أذنب عبد ذنبا، شي عبد أذنب ذنبا، فقال اللهم اغفر لي ذنبي، يعني أذنب ثم استغفر الله،
يقول الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. حيث فاش كتدعي الله كتقول له اغفر لي، يعني عارف عندك الله، لك رب يغفر الذنوب ويؤاخذ عليها، ديك الساعة كتقول له اغفر لي. بحال الوليد صغير مع باه ولا مع عمو كيدير خطأ، وكيفاش كيجي عندك وكيحني راسو وكيقول لك بابا اسمح لي ما نعاودش، كيبقى فيك كيعز عليك، كتقول له صافي يا ولدي ماشي مشكل سير، والله أرحم بك من أبيك وأمك. أترجع ليه ويقول لك لا ما نغفر ليكش، لا يمكن. يقول: ثم عاد فأذنب، غفر لي الله وعاود ترجع. ثم قال: ربي اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فغفر له. ثم عاد فأذنب فقال: ربي اغفر لي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يقول الله عز وجل: غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذه رحمة الله عز وجل. فكيف تقنط وكيف تيأس وكيف تقول هل يغفر الله لي إذا رجعت؟ تغيرجع، تب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تقنط وأنت تعلم أن لك ربا يغفر الذنوب، بل لا يغفرها فقط، من رحمة الله عز وجل على المذنب أنه إذا تاب يغفر الله له ويبدل سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الذنوب كتقلب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ابتلاك الله بالمرض، بعض الناس تيكبر تيمرض، تيجي الشيطان تيقول له: شو انت حياتك كلها دوزيها في الفسق والفجور والذنوب والمعاصي ودابا باغي ترجع؟ اي معامل الشيطان، راه سماه الله الشيطان الرجيم، راه يخدمته، راه يخاف على نفسه ان تتوب فيغفر الله لك وتضرب داك الشيء كامل اللي خدمش في الزيرو. هذا الذي قتل 100 نفس تاب، قبل الله توبته ولم يقبلها، فالشيطان ما باغيكش تتوب بحاله. ولذلك من ابتلاه الله بالمرض في آخر حياته أو ابتلاه بمصيبة من المصائب وكان ذلك سببا في رجوعه إلى الله، فإن الله قد أحبك، والله الله كيبغيك، يحبك الله، حيث لو كان خداك فجأة بدون مرض كنت غتموت قبل ما تتوب. ولكن فاش كتمرض وكتقبض الفراش يكون أعطاك فرصة لا تعوض، فرصة ذهبية باش ترجع والتوب إلى الله عز وجل. ولذلك الذي يخاف منه المؤمن هو أن يموت فجأة دون فرصة. يخبرك شي يجي ملك الموت وكيديك، أما إلا مرضتي وقبضتي الفراش راه عطاك فرصة لا تعوض، رجع إلى الله، ما تقولش ذنوب كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فأقبل على الله وتوب إليه، فإنه لا ملجأ ولا ملجأ لك منه إلا إليه. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شتاتنا وتغفر بها ذنوبنا وترحم بها موتانا وتقضي بها ديوننا وتشفي بها مرضانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم واشمل بهدايتك وتوفيقك عاهل المغرب أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم اجعله للحق وضدا على الفساد، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أصلح ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأصلح اللهم أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا
ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.